وصلت قافلة تضم تقل الأخوة المهجرين قصرا من القلمون الشرقي إلى ريف حماة قرية مضيق. 31 حافلة على متنها 1204 أشخاص هم الآن في استراحة قصيرة في قلعة مضيق. بعد هذه الاستراحة سوف يتم توجيههم إلى مركز إيواء مؤقت بالقرب من الحدود السورية التركية. بعد مفاوضات طويلة مع الروس نحن قررنا الخروج فقط بس لتجنب المدنيين الدمار والقتل تدمير البيوت. في جماعة العلوية بطرطوس تعرضوا لنا بالضرب بالإحجار والإشارات المسيئة. كمان مقصودين كل جماعة السورية كل منطقة.